أهلا بكم في كلية اللاهوت الإنجليزية بالقاهرة. تأسست كلية اللاهوت الإنجليزية بالقاهرة عام 1863 لتكون مركزا للتعليم اللاهوتي في مصر والشرق الأوسط. يتخرج سنويا في الكلية طلاب وطالبات يخدمون الله في مختلف المجالات المسيحية. كلية اللاهوت أنشئت 1863 بسر وجود واضح جدا إنها هي كلية الكنيسة الإنجليزية المشيخية ومسؤولة على إنها تعد قصوص لأجل خدمة الكنيسة المشيخية. مع الزمن الرسالة دي لم تفقد لكن ازدادت عمق واتساع. نتج عن الكلام ده إن إحنا بقى عندنا من عدد محدود من الطلاب، عندنا السنة دي حوالي 370 طالب. أهمية كلية اللاهوت بالنسبة للأسيس هي إن هي بتديله القدرة على التفكير اللاهوتي. برامج بتقدم باللغة العربية زي برنامج الماستر اوف ديفينيتي اللي هدفه إعداد خدام للخدمة القصوصية في الكنيسة. أبشكر ربنا للوقت اللي قضيته في كلية اللاهوت، حسيت فيه إن ربنا بيجهزني للخدمة بشكل كبير. كلية اللاهوت كان ليها تأثير كبير جدا على قدرتي وشغفي للبحث الكتابي. وعندنا أيضا برنامج ماجستير الآداب في اللاهوت وهدفه تقديم التعليم اللاهوتي لقادة الكنيسة بهدف تطوير خدمتهم. البرنامج ده مفتوح ومتاح للرجال والسيدات من أي عمر، بيقدم أونلاين عشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن من الناس خارج القاهرة سواء في مصر أو في الوطن العربي. أنا جيت الكلية وجوايا لخبطة، جوايا حيرة كتيرة، جوايا أسئلة عايزة لها إجابات. اتعلمت في الكلية معايير وآليات جديدة، أدوات أستخدمها علشان أبحث عن خلفيات لاهوتية علشان ألاقي إجابات منطقية لكل حيرة عندي. في أيضا برنامج هدفه دراسة أو التراث العربي المسيحي اللي هو جزء أصيل من التراث المسيحي في منطقتنا. أكتر حاجة فرقت معايا في المركز في دبلومة التراث العربي فهمي لأن المسيحيين العرب كانوا متواجدين منذ القديم، كان لهم تأثير قوي جدا في الترجمة وفي كل ما كتب لنا كمجتمع مصري دلوقتي. الدبلومة بالنسبة لي حالة أكاديمية خاصة جدا، حالة جمعت الكثير من كل طوائف ومن كل الأديان، زرعت محبة بشكل مختلف، مجتمع صغير أتمنى أني أكون شايفاه في بلدي هو ككل. لكن عندنا كمان مجموعة من البرامج اللي بتخدم الناس التي لم تتح لهم فرصة أن هم يدرسوا في الجامعة، وكمان في عندنا برامج بتقدم باللغة الإنجليزية ماجستير اللاهوت، وده درجة لاهوتية تانية، لازم يكون حد درس دراسة لاهوتية قبل كده، وهدفه إعداد الناس لدراسات مستقبلية أعمق وأكبر زي الدكتوراه. الكلية فتحت أمامي فرصة كبيرة جدا جدا للدراسات العليا. برنامج جديد هنبتدي السنة دي اسمه ماجستير الإعلام والميديا، وهدف البرنامج ده هو خدمة الناس اللي مهتمين بالخدمة أو بالعمل في مجال الإعلام لإعدادهم لاهوتيا وفنيا عشان يقدروا يقوموا بشغلهم بأفضل طريقة ممكنة. تهتم الكلية بكل طلابها وتبذل كل ما في وسعها لراحتهم والاهتمام بهم. يسكن الطلاب المغتربون في المبنى المعروف بعش النسور. العلاقات الاجتماعية بالأخص في أيام يوم الشركة بيضم كل الطلبة وأسرهم، فأنا وأسرتي الصغيرة يعني استفدنا جدا جدا من خلق علاقات مع عدد كبير من الطلبة ومع الأساتذة ومع كل أسرة الكلية. كنت قبل ما اجي الكليه كنت فاكر نفسي يعني شويه متضع وبسيط وكده، لكن اللي شفته من الاساتذه والدكاتره بيعملوه معانا كطلبه انه الاستاذ بيبقى بيهزر معاك كانك صاحبه، يبقى بيقدر ظروفك ويستحملك كانك ابنه، دي كانت حاجه مميزه جدا. مكتبه كليه اللاهوت الانجليزيه فيها اكتر من 60 ألف كتاب مختلف بيغطوا مجالات متنوعه،
التركيز على الأمور المسيحية من تفسير ولاهوت وتاريخ كنيسة، في نفس الوقت فيها جوانب مختلفة زي علم النفس، فلسفة، أسرة. أنا قضيت في مكتبة كلية اللاهوت الإنجيلية جزء كبير جدا من السنين اللي قضيتها في كلية اللاهوت كطالب، وفرت لي أهم مراجع كتابية ولاهوتية. المكتبة بتخدم الدكاترة والطلبة الموجودين في الكلية، مش بس هم لكن كمان بتخدم طلبة من جامعات مختلفة وكل الدارسين المهتمين بأنهم يدرسوا في مجالات مختلفة. المكان الوحيد الأكفأ اللي قادر يكون هو مكان مصدر التعليم المتزن ده هو كليتنا، كلية اللاهوت الإنجيلية في مصر. إن كنت تريد معرفة شروط القبول بالكلية، ادخل على موقع programs.etsc.org. نشكر الله من أجل العاملين بالكلية من أساتذة وموظفين وعمال، لأنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل استفادة وراحة الطلاب والطالبات بالكلية. كما نشكره من أجل مسيرة كلية اللاهوت الإنجيلية خلال السنوات الماضية، مصلين أن تظل منارة للتعليم اللاهوتي في مصر والعالم العربي. أهم حاجة فعلاً إننا إذا كنا بنتعلم عن الله، وده معناه اللاهوت، ده التعليم اللاهوتي، إذا كنا فعلاً بنتعلم تعليم حقيقي أصيل عن الله، لابد ده يبان في تعميق مفهومنا للخلاص وللنعمة وللقداسة وللخدمة وللكرازة، ولابد ده يؤثر في الكنيسة والمجتمع بصورة إيجابية.